اليوم الحمد لله الممثلين القوائم الانتخابية كانوا تقدموا بطلب وضع ميثاق أخلاقيات الفعل الانتخابي، مما يبشر حقيقة بدرجة الوعي الديمقراطي العالي، يعني الذي امتازت به المناقشات بين رئيس السلطة والممثلين على القوائم المستقلة عبر 58 ولاية. باقية صنف ثالث من القوائم المستقلة التي لم يفصل فيها بعد، سواء يعني أنها زالت على مستوى الطعن أمام مجلس الدولة أو لم تقم مثلا بتعويض لحد الآن بالمترشحين المقصيين لديها داخل هذه الانتخابات. ولكن ربحا للوقت كنا منحنا هذا الصنف من القوائم الانتخابية، أيضا منحنا لهم رقم تعريفي مشروط، يعني بشرط أن تكون مقبولة نهائيا. يعني إذا كان القوائم هذه منها اللي راح يكون مقصي فالرقم التعريفي نتاعها يروح معها، يعني ما منح الرقم التعريفي ليس إشهاد من قبل السلطة المستقلة بما سيكون مآل هذه القوائم هذه. هي أمرها راهو يا إما في مستوى القضاء يا إما في مستوى يعني في مستوى لم يقدموا البديل لحد الآن للمنسقين لا 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 السلطة، وبالتالي منحنا لهم الرقم التعريفي هذايا استباقا كما نقولوا احنا.